27 مصرف القطاع الخاص. 14 من عندها، 14 من عندها هي حقيقه العفو الجميع 27، 14 من عندها اللي هي العامله، و13 من عندها متوقف بالكامل بسبب بسبب السياسه الفدرالي الامريكي. انت تدري بانه عندنا المصارف المصارف الخارجيه اللي عامله بالعراق، هذه المشكله الحقيقيه اللي ما حد يعرفها، حتى هم بالجانب الفني بالبنك المركزي العراقي. هذه المصارف العامله بالعراقيه 17 مصرف، انت تدري هذه تشتغل فقط حوالات، ما زايدة دينار واحد إضافة للقطاع الخاص بصورة عامة. وهذه الإضافة مصرف واحد، اسمع لي آخر 10 ثواني، آخر 10 ثواني، مصرف واحد من هذه المصارف قدر الأول 200 مليار دينار خرجها، طبعا تابع لبعض أحد الدول، 200 مليار دينار للنص الأول من يعني هذه السنة، الربع الأول من هذه السنة، هذه خرجها أرباح خارج العراق لحساب البنك المركزي لهذه الدولة. هذه مشكلة بنك واحد يا دولة، واحد ما نقدر نذكرها، بس هي أحد الدول اللي موجودة متاحة داخل مدائن عربية، طبعا عربية هي أكيد.